بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند الطريقة الرابعة، التخريج بواسطة لفظة غريبة في الحديث. التخريج بواسطة لفظة غريبة في الحديث. يعتمد التخريج بواسطة هذه الطريقة على معرفة لفظة غريبة في الحديث، ونقصد باللفظة الغريبة قليلة الورود، يعني أن تتكرر في الحديث قليلة في الأحاديث الأخرى. مثال ذلك حديث لا يدخل الجنة نمام. عندما تريد أن تأخذ لفظة غريبة من هذا الحديث حتى تخرج بواسطتها، ما هي اللفظة الغريبة؟ هل هي يدخل؟ لا، كثيرة في الأحاديث. لفظ الجنة لا، كثيرة أيضا. فاللفظة الغريبة كلمة أو لفظة نمام، فتأخذها وتخرج عن طريق هذه اللفظة. أبرز المزايا في التخريج بواسطة هذه الطريقة سرعة الوقوف على الحديث بواسطتها. لا يحتاج في التخريج عن طريقها إلى معرفة طرف الحديث أو راويه أو موضوعه، بل يكفي معرفة الألفاظ الغريبة. لو جاءك شخص وأعطاك الألفاظ الغريبة، يعني أعطاك الحديث بمعنى والحديث الذي أعطاك إياه بالمعنى فيه ألفاظ غريبة، تستطيع في الغالب أن تخرج بواسطة هذه الطريقة. وجود جملة كثيرة من الأحاديث لا يمكن تخريجها إلا بهذه الطريقة، كأن تعرف جزءا من وسط الحديث لا يدلك على موضوعه. لو عرفت جزء من وسط الحديث فإنك لا تستطيع التخريج بواسطة الراوي الأعلى، ولا تستطيع التخريج بواسطة إيش؟ مطلع الحديث، ولا بواسطة إيش؟ موضوع الحديث، لأنك قد لا تعرف الموضوع، فليس أمامك إلا هذه الطريقة. أبرز المآخذ: لا بد أن يكون مريد التخريج بهذه الطريقة على إلمام بقواعد التصريف، لأن كلمة نمام وغيرها من الكلمات الغريبة لا بد أن تردها إلى أصلها، تردها إلى أصلها، ثم تبحث نمام مثلا، ثم تبحث في الكتب المتخصصة، وسيأتي الكلام عليها مختصرا. فلا بد أن يكون على دراية باللغة أو بالتصريف في اللغة. أن الكتب التي يستفاد منها التخريج بهذه الطريقة قليلة جدا، الكتب التي يستفاد منها التخريج بهذه الطريقة قليلة جدا. سنأتي للكتب، أبرز الكتب التي يستفاد منها التخريج بهذه الطريقة كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، كتاب مشهور جدا مطبوع منذ عشرات السنين، وهذا الكتاب تأليف لفيف من المستشرقين. ماذا فعلوا؟ جاءوا للكتب التسعة، الكتب الستة مع مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي، وأخذوا الأحاديث وفصلوها لفظة لفظة، الكلمات للحروف، ثم وضعوا كل لفظة في التصريف الذي يناسبها، ووضعوا تحته جميع الألفاظ. ولا شك أنه عمل كبير جدا وجهد كبير. كان هذا الكتاب يا أخوان قبل تقريبا 20 أو 30 سنة كان هذا المرجع الوحيد تقريبا في التخريج بهذه الطريقة. ثم ظهر بعد ذلك عند جملة من الباحثين فعلوا كما فعل هؤلاء المستشرقين في المعجم الفارس، فبعضهم جاء إلى مثلا سنن ابن ماجه أو غيره من كتب الحديث وفهرسه عن طريق الألفاظ، فصل ألفاظ الأحاديث ورتبها ترتيبا لغويا على الطريقة التي ذكرناها لكم، طريقة تصريف الكلمة وردها إلى أصلها. إذن كما قلت لكم، من أبرز المآخذ أن الكتب التي نستفيد منها التخريج بهذه الطريقة قليلة جدا، ومن أبرز هذه الكتب الكتاب المشهور المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. الطريقة الخامسة من طرق التخريج: التخريج بواسطة صفة الحديث. التخريج بواسطة صفة الحديث. يعتمد التخريج بواسطة هذه الطريقة على وجود صفة بارزة في الحديث، وهذه الصفة على قسمين: صفة في الإسناد، كأن يكون الحديث مرسلا أو مسلسلا. مرسلا يعني يروي مثلا التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تخرج؟ هنالك كتب مخصصة في المراسيل، تذهب إلى كتب المراسيل، أو يكون الحديث مسلسل.
كالحديث المسلسل بالأولية أو المسلسل بقراءة سورة الصف. ما هو المسلسل؟ الحديث الذي تتابع رواة الإسناد فيه على صيغة فعلية أو قولية أو صيغة فعلية وقولية. كان يقول حدثني شيخي وصافحني، ثم كل من حدثه يصافحه. أو المسلسل بقراءة سورة الصف إذا حدثه يقرأ السورة ونحو ذلك. هنالك كتب مصنفة في المسلسلات. أيضا قد تكون الصفة في متن الحديث، كأن يكون الحديث قدسيا. ماذا تعمل؟ تذهب للأحاديث، للكتب المصنفة في الأحاديث القدسية. أو يكون الحديث متواترا، تذهب للكتب المصنفة في المتواتر. وكذلك أن يكون معلولا أو موضوعا أي مكذوبا. هنالك كتب مصنفة في الأحاديث المعللة وكتب مصنفة في الأحاديث الموضوعة. أبرز المزايا سرعة الوقوف على الحديث بواسطتها، لكن لمن؟ للمختصين. وهذه ميزة من جانب ومأخذ من جانب آخر كما سيأتي بيانه. أبرز المآخذ صعوبة التنبه لبعض صفات الحديث كالمتواتر والمعلول والمسلسل. كيف تعرف؟ يعني ينبغي للذي يخرج على هذه الطريقة أن يعرف أن هذا الحديث متواتر، وينبغي أن يعرف أن هذا الحديث معلول. وهذه الأمور قد لا تحصل، بل قد تغيب أحيانا على المختصين. ولذلك مما أذكره أثناء الدراسة أننا لم ندرس هذه الطريقة في الجامعة بحكم ضيق الوقت. كان يدرسنا في ذلك الوقت الأستاذ الدكتور أحمد معبد، فلما وصلنا إلى هذه الطريقة أعطانا ملخص عنها وذكر أنها تحتاج إلى يعني وقت وتحتاج إلى كذا، وكان الوقت ضيقا ولم ندرسها. فكما قلت لكم يعني يحتاج التخريج بواسطة هذه الطريقة أن تعرف أن الحديث معلول أو أن الحديث معلول، يعني لا بد أن يكون عندك دراية. وهذه كما قلت لكم قد تغيب على أهل الاختصاص فضلا عن غير المختصين. التخريج بواسطتها كما تقدم وذكرنا قبل قليل، تذهب للكتب المختصة. هنالك كتب في الموضوعات، هنالك كتب في الحديث المعلة، هنالك كتب في الحديث المرسلة، تذهب لها وتخرج عن طريقها. لكن يعني التخريج بواسطة هذه الطريقة حتى فيما مضى كان قليلا جدا، لما ذكرت لكم من صعوبة هذه الطريقة تخريج الحديث. هذه ليست طريقة خامسة، بل طريقة حديثة، لا بأس أن نجعلها طريقة سادسة. تخريج الحديث بواسطة برامج الحاسب الحديثة. بعد ظهور وسائل التقنية الحديثة وانتشار برامج الحاسب العلمية الميسرة للبحث، انصرف غالب المختصين وغير المختصين إلى التخريج بواسطة هذه الوسائل. وأصبح التخريج بواسطة الطرق الخمسة المعروفة قليلاً وفي حدود ضيقة، بل أصبح مهجوراً عند جماعة من الباحثين. يعني الطرق التي ذكرناها لكم من قبل وأخذنا في شرحها أصبحت مهجورة، وبل مهجورة حتى عند أهل الاختصاص. وأحدثكم يعني ليس من باب، لكن في تخريج في رسالة الدكتوراه ما أذكر يا أخوان أنني استعملت طريقة من الطرق الخمس. كان غالب التخريج عن طريق الحاسب، مع أنني درست التخريج في الجامعة في سنة كاملة هذه الطرق الخمس، ودرستها في الدراسات العليا أيضا بتوسع، لكن جاءت هذه الوسائل الحديثة وأغنتنا عن هذه الطرق. هذه الطرق يا إخوان قبل 20 سنة وأكثر من ذلك كانت طرق مهمة جدا وكانت ملجأ الباحثين. لكن بعد ظهور وسائل التقنية وبعد انتشار وكثرة برامج الحاسب التي نشاهدها الآن وتنوعها،
انصرف عامة الباحثين إلى التخريج عن طريق إيش؟ هذه الوسائل، وانصرفوا عن الطرق الخمسة. واسأل من شئت من الباحثين، واسأل من شئت من طلاب الدراسات العليا، قل له كم مرة خرجت عن طريق الطرق الخمسة الماضية؟ أحيانا سيقول لك والله لفترة طويلة ما خرجت عن طريقها. ما السبب الذي جعل الباحثين يا أخوان ينصرفون إلى برامج الحاسب؟ انظر إلى الأسباب التي أمامكم، وهذا شيء وجدناه في البحث. أول سبب وأهم سبب اختصار الوقت. كان الباحث يا أخوان قبل 20 سنة وأكثر من ذلك يجلس أحيانا في تخريج الحديث الساعات بل الأيام، يجد 3 أيام 4 أيام يخرج الحديث، يبحث ما يجده، 4 أيام وأكثر من ذلك ما يجده، يقلب. يذكرون عن الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه أنه ذكر له حديث في صحيح مسلم، الكلام هذا لعله قبل 40 سنة أو أكثر من ذلك، وأراد أن يعرف هل الحديث هذا موجود، استغربه، فأمسك صحيح مسلم من أوله إلى آخره، جرده جردا ولم يجد الحديث فيه. فالتخريج قديما يا أخوان كما قلت لكم كان قبل ظهور هذه الوسائل، أحيانا يضطر العالم والباحث إلى أن يمسك الكتاب من أول إلى آخره، الذي كان يخرج في ساعات وفي أيام أصبح يخرج في إيش؟ في ثواني. بالله عليكم باحث سواء عنده متسع من الوقت أو ضيق من الوقت، يقال له تخرج في أيام أو في ثواني، ها؟ لا شك في ثواني. ولذلك انتقل غالب الباحثين إلى التخريج عن طريق الوسائل الحديثة، والسبب الرئيس اختصار الوقت. من المزايا أيضا في التخريج عن طريق برامج الحاسب الوقوف على الحديث في غير مضانه، وهذه ميزة كبيرة جدا لا يدركها إلا من عانى التخريج. يأتيك حديث مثلا في الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، تريد أن تعرف تخريجه وعلته، أنت ماذا ستفعل كباحث؟ ستخرج إيش؟ ستذهب إلى إيش؟ أبواب الطلاق وتبحث في أبواب الطلاق، أو تذهب للمسانيد في مسند إيش؟ الذي روى الحديث هذا، الصحابي الذي روى الحديث وهو ابن عمر، تذهب في المسانيد والأبواب. عندما تذهب لبرامج كالشاملة مثلا وغيرها وتضع مثلا كلمة أبغض والحلال وكذا، ستتفاجأ أنك تجد الحديث في غير مظنته ومعلل ومتكلم على تعليله بكلام لو جلست أسابيع لن تجده. مثلا ستجد الحديث في التاريخ الكبير للبخاري، وتجد أن البخاري قد علله في التاريخ، أنى لك، أو يخطر في بالك أن البخاري ذكره في التاريخ وهو تاريخ في التراجم. ستجد الحديث في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتجد أن ابن أبي حاتم مثلا تكلم على تعليله، يعني تحوز فوائد لو جلست تخرج عن طريق الوسائل هذه لم تصل إليها. فستجد الحديث في غير مضانه، وستجد كلاما في تعليل الحديث قد لا يتأتى لك الوقوف عليه لو خرجت بالطرق الأخرى. إذن أبرز المزايا الموجودة في التخريج بواسطة الوسائل هذه البرامج اختصار الوقت، وكونك تجد الحديث في غير مضانه. ماذا عليك؟ تحدد مجال البحث ثم ابحث. قد تجد الحديث في كتب اللغة، في كتب التفسير، وأنت لا يخطر على بالك أنك تجد في هذه المصادر. ولذلك وجدنا بعض الباحثين ممن قد لا يعرف التخريج يعطي أمر البحث ثم يخرج من أجزاء حديثية غريبة جدا، أنا يجزم الباحث أنه لم يقف عليها،
ولا يعرف هذا الجزء الحديثي ولا يعني لا يعرف أي معلومات عنه إلا أنه وجده في هذه الموسوعات الحديثية. لكن التخريج بهذه الطريقة يا إخوان عليه مآخذ. من أبرز المآخذ في التخريج بهذه الطريقة الاعتماد في جملة من الكتب المدخلة على طبعات غير معتمدة. الذين أدخلوا الكتب في هذه البرامج، طبعا أنا أتكلم على برامج سابقة قبل 10 سنوات وأكثر، لعل البرامج الحديثة كما سيأتي تغير الوضع فيها إلى حد كبير. اعتمدوا في إدخال الكتب أحيانا على طبعات غير معتمدة، وجود العديد من الأخطاء في إدخال النص، وأحيانا سقط في عدد من الصفحات في بعض البرامج، ليس في كلها يا أخوان، لا في برامج متقنة، لكن بعض البرامج تجد أن المدخل مع السرعة قد يطمر صفحة وصفحتين ما يدخلها. هذا وقعت يا أخوان لي أنا في البحث، كنت أبحث عن 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 شيء ذكره المزي في تهذيب الكمال أمر، والمزي ذكره في مقدمة تهذيب الكمال لم أجده، وأنا أعرف أنه يعني قيل لي أنه في تهذيب الكمال للمزي كتاب في الرجال، فتفاجأت أن أصحاب البرنامج من باب أن يضعوا لهم مجال أكبر في الإدخال يحذفون مقدمات الكتب، يحذفون مقدمات التي وضعها المصنف نفسه. فالباحث الذي ما يدري يقول يجزم يقول هذا ليس في تهذيب، وهو موجود في تهذيب الكمال مثلا، تصرف من عندهم. لماذا تصرفوا هذا التصرف؟ قالوا المقدمة عادية لكن قد يوجد فيها فوائد كبيرة جدا. أيضا من تصرفات بعض الذين يعملون في هذه البرامج، أحيانا هو يتصرف يريد الخير لكنه لا يحسن، فيأتي للحكم على الأحاديث التي ذكرها المحقق في الحاشية ويضعها في نص في الإدخال. أذكر مثالا الإبانة لابن بطة الذين أدخلوه في بعض البرامج أخذوا الأحكام التي ذكرها المحقق ووضعوها مع النص مع إسناد الحديث، فجاء الحكم بعد الحديث صحيح حسن وضعيف. الذي لا يدرك وقد وقع لبعض الباحثين في الماجستير والدكتوراه وش يقول؟ صحح هذا الحديث ابن بطة، حسنه ابن بطة، وهذا ليس عمله. واضح إخوان؟ فتجد بعضهم يتصرف في النص المدخل، وإن كان أنا لا أذكر أن هذا سمة عامة، لا يا إخوان يوجد لكنها قليلة، ينبغي للباحث، ولذلك الباحث العارف يعني يميز. وقد مرت علي مواطن منها يعني مثل الآداب الشرعية لابن مفلح، يذكرون أحكام للمحقق ضمن الآداب الشرعية في بعض البرامج، وأحيانا كاد الباحث أنه ينقل الحكم أنه حكم ابن مفلح لولا أنه يعني أخذ توقف ورجع للمصدر الأصلي، فوجد أنه ليس كلام ابن مفلح بل كلام المحقق، والمدخل وضعه من باب الفائدة. هذه الحمد لله الأخطاء كما هو موجود عندكم يعني قلت كما سيأتي بيانه. أيضا من المآخذ أي خطأ إملائي في كتابة الكلمة أو في تباعد أجزاء الكلمة المركبة قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة. عندما تدخل الكلمة وتخطئ خطأ إملائي خطأ يسير لا تأتي لك النتائج التي تريدها وأنت ما تدري. أحيانا تدخل كلمة عبد الله مثلا وتضع مسافة بين عبد وبين لفظ الجلالة، مسافة يكون الذين عملوا في البرنامج مثلا عندما كتبوا عبد الله لم يضعوا مسافة، لن تخرج لك نتيجة أبدا، وهذا وقع معي. ولذلك إذا أدخلت كلمات مثلا في هذه من المآخذ، إذا أدخلت كلمات مركبة أدخلها بالمسافة وبدون مسافة، فأدنى خطأ أدنى تغيير في كتابة الكلمة يخرج لك نتائج أخرى أو قد لا يخرج لك النتائج التي تريدها. ولذلك الذي يخرج بهذه الطريقة ينبغي له أن يكرر التخريج، يضع كلمة وكلمة أخرى، يضع عدة كلمات حتى يتأكد
أن لعلهم أخطأوا هم في الإدخال أو لعله أخطأ في كتابة الكلمة. أبرز البرامج الحاسب التي يخرج بواسطتها الموسوعة الشاملة، والموسوعة الشاملة في الغالب يا أخوان ما ذكرناه من المآخذ الماضية في الغالب أنها في الإصدارات الأخيرة يعني قلت كثيرا، والسبب أن العاملين في الموسوعة الشاملة ربطوا الكتب بالمصورات، وأحيانا ربطوا الكتب بالمخطوطات، فيعطيك الصفحة مثلا الذي أدخلوه من سير أعلام النبلاء ثم يعطيك إيش الصفحة المصورة من السير المدخلة، إذا وقع خطأ في الإدخال اقرأ هنا، فسهلوا عليك. هذا في الإصدارات الجديدة للموسوعة الشاملة، وبذلك هذه المآخذ التي قلناها قلت كثيرا. طبعا البرامج كثيرة جدا ومتعددة، لكن جاءت الموسوعة الشاملة فغطت على البرامج وأنست ما غيرها من البرامج. طبعا التخريج بواسطة الحاسب يا أخوان مهم جدا جدا، ويحتاج إلى جلسة مستقلة، وأن نأتي بالموسوعة، كان بودي أن نأتي بالموسوعة ونخرج لو مثالين أن تكون أمامنا الموسوعة. هي غير موجودة هنا، موجودة الموسوعة الشاملة. طيب الآن سنذكر هذه الأمور ثم نخرج بواسطتها. لا بد أن تحدد مجال البحث، تحدد مجال البحث، يعني عندك في الموسوعة الشاملة خانة فيها الكتب، فتحدد مثلا متون الحديث، واضح؟ ثم طيب ترون يا أخوان البحث هنا الآن في إيش؟ هذا الدربيل الذي أمامكم تضغط عليه تأتيك خانة البحث، زين؟ نحن سنبحث الآن في إيش؟ في كتب المتون، كتب الحديث. شوف متون الحديث اللي هي إيش؟ متون الحديث التي هي كتب السنة المسندة، فتقول المجموعة كاملة، المجموعة كلها حددناها الآن، زين؟ تختار الآن تذهب الخانات، ويفضل أنك الحديث تضع أكثر من كلمة ولا تضع كلمات متتالية بل متفرقة. مثلا سنبحث عن الحرب خدعة، لو وضعنا كلمة خدعة فقط وبحثنا عن طريقها قد تأتيك يعني مثلا نتائج أكثر، فضع الحرب أيضا في خانة ثانية، لا تضع الحرب خدعة متتالية، لأن قد يأتي لفظ الحديث فالحرب خدعة، إذا جاءت فالحرب خدعة لن تخرج لك هذه النتيجة. ضع خدعة مثلا في خانة، لو تغير الترتيب الأمر سهل، وضع الحرب في خانة أخرى. طيب نعطيه أمر البحث الآن، ستخرج نتائج كثيرة جدا. صحيح البخاري، وكما قلت لكم يا أخوان استغنى الباحثون عن الطرق الخمس التي ذكرناها سابقا، استغنوا بهذا، فاختصر لهم البحث اختصارا كبيرا جدا جدا. تخرج الآن تخريج سهل جدا، والآن طلاب الدراسات العليا يطلب منهم أن يخرجوا من الشاملة من باب التيسير عليهم. طيب لو أخذنا مثلا حديث آخر، مثلا لا سنأتي الحديث ألفاظة مختلفة، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وجاء بعدة ألفاظ، من لم يبيت، من لم يجمع، من لم، فلا بد أن تختار وتكرر البحث حتى تتيقن أنك لم تخطئ في البحث. فمثلا لو وضعنا يجمع، ترى ما أشوف الكلمات، الصيام، طبعا قد يأتي نتائج كثيرة، سنضع الليل أيضا، ضع الليل، لاحظ أني سأضع الليل وسأخطئ في كتابتها، وسأكتبها بلام واحدة، لا تكتبها بلامين، اكتبها بلام واحدة. الآن أخطأت خطأ إملائي، الليل تكتب بلامين، ها انظر إلى النتائج، لن تخرج نتائج الآن. طبعا البحث الحديث في السنن، لكن لن يخرج، لماذا؟ أنا أخطأت دون أن أشعر،
وش الخطأ؟ حرف واحد. قد ما يشعر الباحث بذلك. طيب أغير الآن، أكتب الليل بلامين. طبعا قد يكون الرواية في السنن غير يجمع، يعني لو ما خرج النتيجة سأحذف كلمة. حتى هو عند أبي داود، انظروا في الترمذي، لا صيام لمن لم يجمع الصيام. وأنا قلت لكم لفظ إيش؟ من لم يجمع الصيام. الحديث عند أبي داود، لكن لماذا لم يخرج لنا أبو داود؟ لأن فيه رواية أخرى. ولذلك كرر البحث وغير الكلمات. طيب نضع الصيام ونضع الليل، نحذف يجمع أو يجمع حتى يخرج لنا ما عند أبي داود. خرجت لنا أحاديث أخرى ليست الأحاديث التي نريدها، لأن البحث يخرج لك الكلمتين في صفحة واحدة. لكن سننظر كيف رواه أبو داود في السنن، أو لعل الترتيب عندنا سنن أبي داود الآن، رواه لعله بلفظ آخر لعله يبيت. فننتبه لهذا الأمر يا إخوان، تكرر البحث وتعيد الكلمات. طيب سندخل راوي الحديث ابن عمر، أدخل عمر، لا تكتب ابن عمر حتى المسافة ما نخطأ فيها، أدخل عمر وأدخل أنا أعرف أن رواه محارب بن دثار مثلا، محارب. طيب ننظر الآن، لن يخرج لي البخاري بهذه الصورة، لا، محارب والليل وعمر لا توجد في صفحة واحدة في صحيح البخاري. مضى الآن سنن أبي داود، لعل الليل هي التي. طيب نشوف محارب وعمر، أنا انتقل ذهني إلى حديث آخر وهو حديث أبغض الحلال لله الطلاق، هذاك من طريق الزهري، نكتب الزهري. سنتوقف عند هذه النقطة بس حتى نخرج الحديث. الزهري، نكتب الصيام. الخلاصة يا إخوان، عرفنا طريقة التخريج، أنك لابد أن تكرر وتعيد في وضع الكلمات. زين، انظر إلى النسائي، أتى بالحديث، ذكر المختلفين في حديث حفصة، موطأ مالك. طيب سنن الترمذي، جاء الحديث. الخلاصة كما قلت لكم يا إخوان، أنه لا بد من تكرار البحث وتعداده كما رأيتم، ولعلنا نجرب على بعض الأحاديث الأخرى لأهمية البحث بهذه الطريقة، ولأنها أصبحت هي الطريقة المعتمدة الآن، لأجل كما قلت لكم اختصار الوقت، ولأجل أيضا أنها فيها فوائد أخرى مثل وجود الحديث في غير مضانه. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.